بعد أن دق مركز حقن الدم بسيدي بالعباس ناقوس الخطر في ظل تناقص أعداد المتبرعين بسبب تفشي فيروس كورونا ما تسبب في عجز عن توفير بعض الزمر الدموية، قامت مصالح الحماية المدنية الولائية بمبادرة للتبرع بالدم من أجل حث المواطنين على ضرورة التبرع إنقاذا لحياة المرضى. التغطية كانت لمحمد أمين حواش. في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا كوفيد 19 وتجسيدا لروح التضامن والتآزر بين المواطنين، تنظم مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس وعلى رأسها السيد المدير الولائي تحت حملة تبرع بالدم بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لفائدة المرضى بالتنسيق مع القطاع الصحي. باسكو انا في باسي ان ميساج تاع لو مانك دو سون لا بانك دو لا ولايه بارابور ليبيديمي التخوف تاع الشعب جو سي با بور لو انفير لو سون مش عارف على خايفين باش يتبرعوا باش يعمروا الكميه تاع البنك دونك بهم يفكروا في المريض كما يفكروا في الكونفينمون باش يحموا المرضى دونك سي بور سا رانا نقول لهم il y a le confinement et en même temps il faut penser aux malades les rendre hospitalisés parce que là عندنا les gens عندنا les malades تاع les mato عندنا les malades تاع les cancéreux et surtout penser aux malades les femmes les rendre la maternité qui posent des problèmes.